هذا العالم ديالي الخاص انا واختي، عالم اعاده تدوير المتلاشيات الطبيعيه. عاده الناس كيعرفوا اعاده التدوير للمتلاشيات الاصطناعيه، لكن حنا اتجهنا واحد الاتجاه اخر اللي هو اعاده التدوير للمتلاشيات الطبيعيه او لا لي ديشي ديال البحر، بحال الكوكياج، الاسكارغو، داك لو بيرل، بحال لي ديشي ديال الاشجار، بحال الصفصاف، الكاليبتوس، جميع الانواع ديال الاشجار الغابه. تقريبا هذه 13 سنه ديال العمل اليدوي، والتاسيس ديال المشروع هذه تقريبا 3 سنين ديال المشروع ديالنا كتعاونيه. حتى قبل ما نتفرجوا في الاعمال اليدويه وهذه الامور اللي هي كاينه دابا في اليوتيوب ولا الفيسبوك، كنا كنشتغلوا هكا هوايه منذ الطفوله. كنا كنصايبوا شي حويجات هكذا كنزوقوا بهم الدار، شي حويجات كنلبسوهم حنايا بحكم ساكنين في واحد المنطقه طبيعيه، ما عندناش شي متلاشيات اصطناعيه ولا شي حاجه، فكان كنستهوينا هذا الجمال ديال هذه الاشياء اللي كنلقاوهم في الطبيعه، كنت كتجذبنا وبدينا كنديروا فيها شي حويجات هكذا كنسوقوا بهم الدار. من بعد جات الفكره اننا نسوقوا المنتوج من خلال الناس اللي كانوا كيجيو عندنا، العائله ديالي، الاصدقاء ديال الوالد ديالي كانوا كياخذوا من عندي لي سوفونير الاصدقاء ديالهم. ومن بعد جات الفكره اننا نسوقوا اكثر، وبدينا كنخدموا اكثر، وبدينا تنعرضوا المنتوجات ديالنا في المعارض. صراحه ما كناش كنتوقعوا الاقبال بهذا الرقم اللي حنا وصلنا ليه. الحمد لله كان اقبال كبير بزاف، خصوصا من الاجانب اللي كيزوروا المغرب، خصوصا في المناطق السياحيه ملي كنشاركوا في معارض بحال في مراكش، في اكادير، في المناطق السياحيه اللي كيكونوا فيها السياح اكثر. كذلك المشاركه ديالنا خارج المغرب كان عندها نجاح كبير بزاف ولله الحمد. باقي لحد الساعه عندنا كليان خارج المغرب كيتواصلوا معنا وكياخذوا من عندنا لي كوموند ديال الخدمه ديالنا.